العديد من الأصدقاء وتعرضت لإصابات خطيرة. كنت شابا عندما اندلعت الحرب في بلدي. كنت أعيش في قرية صغيرة وكنت أدرس في المدرسة. لم أكن أفهم ما يحدث في البداية، لكنني سرعان ما أدركت أن الحرب كانت صراعاً مريراً سيغير حياتنا إلى الأبد. تم إجلاء عائلتي من القرية وذهبنا إلى مدينة كبيرة. كانت المدينة مليئة باللاجئين، وكان الجو مليئاً بالخوف والقلق. حاولت أن أتصرف بطبيعية، لكنني كنت خائفاً جداً. كنت أشعر بالوحدة ولم أكن أعرف ما سيحدث لي. سمعت أن الجيش سينظم تجنيداً طوعياً. قررت أن أتطوع لأنني أردت أن أفعل ما بوسعي للمساعدة في إنهاء الحرب. ذهبت إلى مركز التجنيد وخضعت للتدريب العسكري. تعلمت كيفية استخدام الأسلحة وكيفية القتال. بعد فترة من التدريب تم إرسالي إلى الجبهة. كنت خائفاً جداً، لكنني كنت مصمماً على القتال من أجل بلدي. قاتلت في العديد من المعارك ورأيت الموت والدمار عن قرب. فقدت العديد من الأصدقاء وتعرضت لإصابات خطيرة. كنت في معركة شرسة عندما جرحت بجروح بالغة. تم نقلي إلى المستشفى وقضيت عدة أشهر في العلاج. عندما تعافيت عدت إلى المنزل. لقد تغيرت كثيراً بسبب الحرب. كنت أكثر نضجاً وأكثر وعياً بالحياة. لم أندم على قراري بالتطوع في الجيش. أعتقد أنني فعلت الشيء الصحيح. لقد ساعدت في إنهاء الحرب وساهمت في بناء مستقبل أفضل لبلدي. لكنني أيضاً أعلم أن الحرب تجربة مريرة لا تنسى أبداً. لقد تركت ندوباً عميقة في قلبي وسوف أتذكرها دائماً. أعتقد أن الحرب هي شر يجب تجنبه. يجب أن نعمل جميعاً من أجل السلام وبناء عالم أفضل للجميع. عندما عدت إلى المنزل وجدت أن عائلتي قد عادت أيضاً. كانت أمي وأبي سعيدين برؤيتي، لكنهما كانا قلقين أيضاً على صحتي. قضيت عدة أشهر في التعافي من إصاباتي. كان العلاج طويلاً وصعباً، لكنني كنت مصمماً على العودة إلى حياتي الطبيعية. في النهاية تعافيت تماماً وعدت إلى المدرسة، لكنني لم أستطع أن أنسى الحرب. كنت ما زلت أعاني من الكوابيس، وكنت أشعر بالخوف والقلق عندما أسمع أصواتاً عالية. لكنني حاولت أن أعيش حياتي بشكل طبيعي. ركزت على دراستي وبدأت في العمل في إحدى الشركات. في أحد الأيام قابلت فتاة جميلة في العمل،
وقعت في حبها وبدأنا في المواعدة. كانت الفتاة تفهم ما مررت به في الحرب، كانت تدعمني وساعدتني على التغلب على مخاوفي، وتقول ربنا ينتقم منهم. تزوجنا بعد ذلك بوقت قصير وأنجبنا طفلين، كانا مصدر سعادتي وساعدوني على نسيان الحرب. أصبحت رجلاً ناجحاً، عملت بجد وحققت أهدافي، لكنني لم أنسى أبداً ما مررت به في الحرب. أعتقد أن الحرب هي شر يجب تجنبه، يجب أن نعمل جميعاً من أجل السلام وبناء عالم أفضل للجميع. في أحد الأيام كنت أتحدث مع ابني عن الحرب، أخبرته عن ما مررت به وعن أهمية السلام. شعرت بالفخر بكلمات ابني، أدركت أنني قد نجحت في تعليمه أهمية السلام، لكنني لم أكن أعرف أن الحرب كانت ستعود مرة أخرى. في أحد الأيام اندلعت الحرب مرة أخرى، كانت هذه المرة أكثر دموية من المرة الأولى. تم استدعائي مرة أخرى إلى الجيش، كان علي أن أذهب وأقاتل من أجل بلدي. لكن قبل أن أذهب اكتشفت أن الفاشلة هربت وتركت لي الأطفال وذهبت هي لتصيح ربنا ينتقم منها. ها، اضطررت أن أذهب ووضعت أطفالي عند ماي ماذر. قاتلت في العديد من المعارك ورأيت الموت والدمار مرة أخرى، فقدت العديد من الأصدقاء وتعرضت لإصابات خطيرة. في أحد الأيام كنت في معركة شرسة عندما جرحت بجروح بالغة، تم نقلي إلى المستشفى، لكن لم يكن هناك ما يمكن فعله لإنقاذ حياتي. توفيت في المستشفى وتركت زوجتي وأولادي ورائي. كانت نهايتي حزينة، لكنني أعتقد أنني فعلت ما هو صحيح. لقد قاتلت من أجل بلدي وحاولت أن أجعل العالم مكاناً أفضل. أعتقد أن ذكراي ستعيش مع أولادي، لكنها لن تعيش مع زوجتي لأنها هربت في شد وقت كنت أحتاجها إلى جانبي. سيتذكرونني كرجل قاتل من أجل السلام وحاول أن يجعل العالم مكاناً أفضل للجميع. ربنا ينتقم منها. ها،